بيقضي تماما على جلد الوزة. ارخص سكراب اصلا ممكن ان انتي تجربيه، بيشد كده البشرة وتحسي انها فعليا بتزغرق. نقدر ان احنا نعتبره الجزء الاول من اساسيات التعامل مع جلد الوزة. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة هيكون عن السكراب او المقشر اللي احنا بنستخدمه في الشاور بتاعنا. بنات كتير قوي طلبت مني يشرو عايزين سكراب طبيعي، يشرو عايزين سكراب يشيل جلد الوزة او يشيل الجلد الميت بعمق، يشرو عايزين سكراب بيرطب الجسم، عايزين سكراب يفتح الجسم. كل طلباتكم دي انا جمعتها لكم النهارده في سكراب طبيعي جدا انا اللي عاملاه. ما تفتكروش ان هو ستاركي يا جماعه، دي جوست ان هي علبه فاضيه انا حاطه فيها السكراب اللي انا محضراه، بس هو طبيعي 100% ومكوناته سهله ومعظمها متوفر عندنا كلنا. فانا هقول لكم ايه هي مكونات السكراب، وهشرح لكم فايده فايده من المكون اللي احنا حاطينه في السكراب، ويبقى فيه كمان كام تركيه كده هنعملهم هيغيروا جدا من الايفكت اللي انت بتشوفيه بعد عمليه التقشير بتاعتك بتاعت جسمك، وتحسي فعلا بعدين انتي جلدك كده بيتنفس. اول حاجه بس روحوا اعملوا كده كوبايه قهوه وقعدوا اشربوها وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، علشان بعد ما تخلصوها هقول لكم على معلومه مهمه جدا هنستخدمها في فيديو النهارده بسبب القهوه دي، بس يعني تركايه كده هتفهموها اخر الفيديو. فلو انتي مهتمه بالموضوع كملي معايا الفيديو للاخر. انا بشرب زيكم قهوه اهو، بس خلينا بقى نركنها كده ونبدا ونسمي اللي. مكونات الماسك بتاعتنا هي اربع حاجات، اول حاجه منهم هي القهوه. هتقولوا لي دي حاجه عاديه وكل الناس بتستخدمها، لا، في تركايه هنا ان احنا مش هنستخدم القهوه العاديه اللي احنا جايبينها من المطحنه دي، لا، احنا هنعمل فنجان القهوه بتاعنا ونشربه ونخلصه. وبعد ما بنخلص القهوه بيبقى فيه شويه قهوه مترصبين تحت كده اللي هو بالبلدي التفل بتاع القهوه، هو ده اللي انا عايزاه في الماسك بتاعي. مش عايزه ابدا القهوه اللي هي الترابيه اللي احنا لسه شارينها. طب ليه هنستخدم القهوه بعد ما اتغلت مش قبل ما تتغلي؟ علشان بتكون محببه اكتر، فده بيقشر بطريقه احسن. حاجه تانية كمان عشان بتكون معجونه، يعني بتكون مبلبله كده، التراب تقريبا مبلبل، فده بيكون كويس جدا في مزج او عجن السكراب بتاعنا، وبيخلي قوامه كريمي شويه او قوامه يعني لزج كده شويه، فده بيخلي عمليه التقشير كمان اسهل واحسن. في كمان فايده تانية للقهوه ان هي بتشد الجلد جدا، كانها كده كولاجين طبيعي للجلد. فمع الوقت اصلا استعمال القهوه بيحسن جدا من مظهر الجلد، وبيقلل من تجاعيدها وخطوطها، وبيخلي الجلد كده شكله مشدود وشكله صحي، ويعني فيه دمويه وفيه حيويه عاليه جدا. تاني مكون معانا وهو لبن البودره. لبن البودره من اساسيات تفتيح البشره، ما تتخيلوش مع الوقت في الماسكات بيفتح البشره ازاي، فدي فعلا حاجه هتغير جدا من الاماكن الداكنه عندكم، وهتساعد في يعني تحسين شكل ومظهر الجلد، لان لبن البودره بيفتح الجسم جدا جدا، يعني بيحارب اي غمقان او اي اسمرار في اي مناطق داكنه في الجسم. تالت مكون معانا وهو السكر. طبعا السكر من الحاجات اللي كويسه جدا في تقشير الجسم، لان هي حبيبات كده بارزه وقويه وصلبه، وكمان سمكها كبير، فبتقشر الجلد بشكل كويس جدا جدا. فانا بفضل السكر عن الملح كمان في تقشير الجسم، فده كمان هنضيفه معانا في الماسك بتاعنا. رابع خطوه، ودي برده من الخطوات المهمه والاساسيه جدا وخصوصا للبشره الجافه، هي الاوليف اويل او زيت الزيتون، او ممكن زيت جوز هند، اي زيت مرطب عندك، او ممكن زيت اللوز الحلو. كل دي زيوت مرطبه للجسم ومفيده جدا جدا جدا. هنحط برده منها كميه على الماسك بتاعنا، وان شاء الله انا هوريكم دلوقتي طريقه تحضيره هتبقى ازاي. بس خلينا نقول ان فايده زيت الزيتون هي ترطيب اكتر من ان هي فايده في التقشير، لان الجلد لما بيكون بتقشر وهو بيترطب ده بيخلي مظهره يكون صحي اكتر، ويخلي العجز او الشيخوخه ما يبانوش على الجلد اسرع، لانه احنا لما بنقشر الجلد بنشيل طبقه الجلد السطحيه اللي هي فيها معظم الترطيب، وبتظهر طبقه جديده بتكون لسه بيبي خالص وبتكون جافه جدا بسبب ان هي لسه مش عليها اي ماده مرطبه. لما بنحط مرطب زي زيت الزيتون مع السكراب ده بيخلي الطبقه الجديده اللي طالعه هي اصلا ملتصق بيها طبقه ترطيب قويه جدا زي ترطيب الاويلز او الزيوت، لان الزيوت ترطيبها اقوى جدا من الكريمات يعني، فده بيخلي ملمس الجسم بعد التقشير في حتة تانية خالص بجد. كده انا قلت لكم فايده كل مكون من مكونات الماسك. خليني اقول لكم بقى المظهر او النتيجه اللي انتوا هتشوفوها من استخدام السكراب بتاعنا ده ككل. اول حاجه طبعا هو تقشير عميق جدا جدا للجلد، هتحسوا ان انتوا يعني كانكم ما قشرتوش جسمكم قبل كده اصلا، وبالذات اصحاب البشره اللي هي فيها جلد وزه او الستروبري سكين حسب ما انتوا بتسموه،
هيفهموا جدا كلامي، لان احنا انا منكو بنعاني جدا من الموضوع بتاع التقشير ده بسبب الطبقات بتاع الكرياتين اللي بتكون متراكمة على الجلد، فبنحتاج مقشر قوي جدا علشان يزيل الطبقات دي ويزيل الجلد الميت ويخلي جلدنا شكله صحي اكتر او شكله انضف شوية بسبب الحبوب والبثور دي بتاعت جلد الوزة او الستروبري سكين. تاني فايدة هتشوفوها هي ترطيب عميق جدا للبشرة من غير حتى ما تستخدمي مرطب او لوشن او اي مويسترايزر بشكل عام، لان زيت الزيتون بمرطب قوي جدا وجميل جدا بصراحة، انا شخصيا بحبه عامة مش شرط في الماسكات بس. طريقة استخدام السكراب ده كمان بتفيدنا في حاجتين تانيين، خليني اقول لكم الاول ايه هي الطريقة وبعدين اقول لكم ايه اللي هنستفاده من طريقة السكراب بتاعنا. اول حاجة هي ان احنا بنقشر الجلد بحركات دائرية من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبية، فده بيفيدنا بان هو من ناحيه بيقشر الجلد، من ناحيه تانية الفايده الجديده ان هو بيحفز كده الدوره الدمويه وبينشط الدم والكولاجين في البشره، فده بيخلي مظهر الجلد صحي اكتر وحيوي كده والدمويه بتجري فيه. بعد ما خلاص بنحرك او بنعمل حركات دائريه في الجسم كله ونبدا ان احنا نفرد الماسك او السكراب على جسمنا كله، بنسيبه حوالي مثلا من 3 ل 5 دقائق حسب ما انت تقدري تستحملي، او لو مثلا وانت في الشاور حاولي ان انت تعملي حاجه تانية، تغسلي مثلا شعرك او يعني تغسلي اسنانك، تحطي ماسك على وشك، تعملي وشك، اي حاجه، المهم ان انت يعني تضيعي وقت علشان يفضل السكراب على جسمك اطول فتره. طيب هنستفاد ايه من كده؟ هنستفاد ان هو كانه ماسك للجسم، لان احنا حاطين حاجتين مهمين جدا او يمكن 3 حاجات مهمين جدا في السكراب بتاعنا. اول حاجه هي القهوه، القهوه لما الجلد بيشربها ده بيخلي منظر الجلد مشدود وصحي وحيوي جدا، والقهوه اصلا فوائدها تحفه جدا للجلد وللبشره والسكين بشكل عام، فان انت تسيبي القهوه على جسمك مثلا 5 دقائق جسمك يشربها او ياخد منها فوائد، دي حاجه هتكون كويسه جدا السكين بتاعك. تاني حاجة احنا مستخدمينها هو اللبن البودرة، اللبن بيفتح جدا الجسم، فلما تسيبي اللبن 5 دقايق كده على جسمك الجسم هيشربه، فكأنه برضو ماسك مفتح للجلد طبيعي ما فيهوش اي مواد مضرة للجسم. كمان زيت الزيتون، كل ما تسيبي جسمك ان هو يشرب زيت الزيتون كل ما يكون الجلد مترطب بعمق، فده يقلل من ظهور جلد الوزة، يعني يكتر الوقت اللي جلدك هيفضل فيه شكله صحي وحيوي. كده انا تقريبا قلت لكم كل حاجة محتاجة اقولها لكم عن الماسك، خلينا نروح نشوف الماسك بيتحضر ازاي وبعدين نرجع تاني. اول حاجه انا مجهزه الاربع مقادير عندي، ودي علبه كانت علبه سكراب قديمه غسلتها ونضفتها كويس. هبدا ان انا اضيف اول حاجه السكر، هحاول ان انا املى نص العلبه سكر، يعني هي قليله شويه فنكملها بقى كلها كده، دي كميه سكر كفايه. تاني حاجه هضيف اللبن البودره، هنحط مثلا 3 معالق او 4 معالق حليب بودر، ياريت يعني يكونوا معالق كبيرة علشان يبقى اللبن البودرة ليه تأثير فعال في الماسك لما نيجي نفرده على جسمنا، ونفضل طبعا نقلب فيهم ونمزجهم كلهم مع بعض كويس، ولو حسينا ان الكمية قليلة شوية ممكن نضيف حبة مفيش مشكلة. تالت حاجة بقى هنبدأ ان احنا نضيف تفل القهوة، انا ده مجمعة تقريبا كل مجات القهوة اللي انا بشربها في الاسبوع، وبحطها في الكوباية دي وبشيلها في التلاجة علشان طبعا ما تبصش، وبجمعها على بعضيها، ولما باجي اعمل الماسك زي كده باخد منها الكمية اللي هتكفيني واخلطها على المكونات اللي انا حطيتها، يبقى نحطها على السكر والحليب البودر. انا ضفت حبة قهوة كمان زيادة في الاخر، بس لما الماسك خلص اكتشفت ان الحبة اللي اتضافوا دول كانوا يعني زيادة شوية، فممكن ما تضيفهمش، هتكون كفاية الكم معلقة اللي ضفتهم في الاول. رابع مكون بقى اللي هو اللي هيمزجهم مع بعض هو الزيت، سواء زيت زيتون او زيت جوز هند او زيت لوز حلو براحتكم، يعني هناخد بقى منهم حوالي غطيين زيت جوز هند او زيت زيتون، ونقلبهم كلهم مع بعض لحد ما المكونات تمتزج كلها مع بعض وتكون مكون واحد. هنفضل نقلب شوية حلوين كده في الاول، وبعد كده هتلاقوا الموضوع بقى سهل والماسك بدأ يلم معاكو ويتعجن سهل. يعني اهم خطوة لازم ان احنا نشيل التفل بتاع القهوة ده في التلاجة، وبرضو لما نخلص الماسك نشيل العلبة بتاع الماسك كلها او بتاع السكراب كلها في التلاجة برضو، علشان التفل بتاع القهوة ده بيعفن لو قعد فترة من غير يعني درجة حرارة تحفظوا فيها، فلازم ان احنا نحطه في التلاجة سواء قبل الاستخدام بتاع السكراب او بعديه. وده كان شكل الماسك بعد ما خلص، بصوا شكله من جوه، انا مش عايزة اعمله كده عشان هيتكب، بس هو يعني ميكس حلو جدا وكلها منتجات طبيعية قوي، منتجات كلها موجودة في البيت، واهم خطوة لازم تعملوها هي خطوة
القهوة لازم البن يكون بعد الاستخدام مش قبل الاستخدام. صدقوني هتعملوا الخطوة دي وهتفرق جدا في الماسك. كل الناس كانت بتعمل ماسك قهوة وسكر وليمون مثلا، ماسك قهوة وسكر وزيت زيتون، لكن إضافة لبن البودرة واستخدام التفل بتاع القهوة بعد الشرب مش قبله هيفرق جدا في التقشير، وهتشوفوا فعلا النتيجة وهتقولولي. الفيديو بتاع النهاردة ده نقدر ان احنا نعتبره الجزء الأول من أساسيات التعامل مع جلد الوزة. هعمل لكم موضوع كامل عن الموضوع ده، وإن شاء الله استنوا أجزاء تانية هتتكلم عن حاجات أو تركات مهمة جدا هتساعدنا في التعامل مع جلد الوزة. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لايك لو الفيديو عجبك، سبسكرايب لو لسه مشتركتوش في القناة، انزلوا على الكومنتس اكتبوا لي أي تقييم ليكم أو اسألوني أي سؤال، هرد على كل الكومنتات. وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات جاية كتير. سلام.